فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في نهاية العام الهجري هل يشرع لخطيب الجمعة أن يجعل خطبته عن نهاية السنة وعن محاسبة النفس؟ لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، إن هذه السنة الهجرية هذه لأجل معرفة الآجال وآجال الديون ومعاملات الناس اصطلاحية، ما هي يعني هذه اصطلاحية، فلا يبنى عليها نهاية العام ومحاسبة النفس وإلى آخره. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.